يا جماعة ركبنا البكرة بتاعت الشفشة اهي اللي هو الترس اللي تحت ده، وركبنا الاكس زي ما احنا شايفين اهو الاكس الجديد دوت زي ما احنا شايفين اهو مكان القديم ده، القديم اللي قلنا ده مشرخ وكان في داخل هنا الاكس بتاع السكينة فكان بيلف على الفاضي وبيمنع دوران السكينة، فرمينا ده طبعا وغيرناه بواحد زي ما احنا شايفين كده اهو ترس الفوقاني ده اللي بيدخل فيه السكينة زي ما احنا شايفين. الفتحة دي اما بتدخل في الاكس ناعمة فممكن يتزحلق، فمن الحاجات الكويسة ان هم عاملين في السلاح بتاع الكاوية دي بتاع الاكس بتاع السكينة دي من الداخل مشرشر على هيئة خطوط كده بالطول. طبعا لما بنيجي ندخل الجزء ده فيه كده بنضغط عليه او بندق عليه على خفيف بيتم زي ما نقول كده بنجرح الاجزاء الداخلية ديك او نخليها مشرشرة بحيث او تكون عاملة زي الترس من الداخل فيتم تثبيته ويلف السكينة جامد. بعد كده بنجيب السكينة اهي زي ما احنا شايفين برضو مشرشرة من الداخل بنحطها كده اهو وبيتم تثبيتها، بعدين بعد كده بنحطها في الجهاز او الموتور اهو النوع البراون ده معقد طبعا زي ما احنا شايفين، وبنحط الغطا بتاع الشفشة دوت اهو اهو، واثناء دخوله هنا بيقوم بتشغيل بيوصل الكهرباء للموتور. هنا في مفتاح من الداخل هنا الجزء اللي خارج ده بيقوم بايه بالضغط عليه فبيسمح بمرور الكهرباء ليه الموتور كله او للخلاط كله. طبعا كان في جزء منها مكسور هنا ركبت له مسمار اهو زي بنز كده كان بيمنع استقرار الغطا ده في الداخل ويفضل ضاغط على المفتاح، فعملت له الحكاية ديك دخلت له مسمار خرمت بالكاوية هنا وربطت المسمار عليه. طبعا دلوقتي اهو زي ما احنا شايفين كده استقر، لو وصلنا له كهرباء دلوقتي هاي اشتغل وهنجرب كده ونشوف. بسم الله اهو يا جماعة اهو اشتغل اهو، لو احنا شيلنا كده فصل لان الجزء زي ما قلت ده بيشغل مفتاح يوصل الكهرباء للخلاط اهو وما شاء الله سرعته بقى كويسة اللي كنا بنشتكي منها قبل ما نركب الترس اللي بايظ اللي هو في السكينة اللي كان بيخلي السكينة دي ما بتلفش كويس. أرجو إن أكون قدمت حاجة تفيدكم وشكرا.